هجرها أكثر من 5 ملايين شخص بعدما أصبحت المدينة الموبوءة ووهان الصينية مفتاح الكارثة التي بدأ فيها شبح فيروس كورونا لينتقل إلى مناطق بالعالم. فرار المواطنين جاء ضمن أكبر عملية حجر صحي في العالم بعدما صرح عمدة المدينة بأنه تم فرض الإغلاق التام عليها في إطار إجراءات منع انتشار الفيروس إلى أجزاء أخرى من البلاد، فيما تم منع مغادرة الأجانب المدينة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعلنت الحكومة الصينية مد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها، ناهيك عن تخصيص وزارة المالية الصينية ولجنة الصحة الوطنية حوالي 9 مليارات دولار للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. ورغم تسارع إجراءات الصين، إلا أن انتشار الفيروس كان الأسرع، إذ أكدت سلطات دول عدة اكتشاف أكثر من 40 حالة مصابة، جميعهم تقريبا من السائحين الصينيين أو أشخاص قادمون من ووهان مؤخرا، لتتخذ على إثر ذلك السلطات الصحية بأنحاء العالم خطوات لإنهاء الفيروس ومنعه من التحول إلى وباء عالمي. من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رغبتها في تعزيز الشراكة مع الصين فيما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا الفيروس الذي تزداد قدرته على الانتقال قوة.